طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي بمدارس الفاروق الخاصة. بنكمل الدول المستقلة، وكان آخر دروس خدناها خدنا الفتح العربي الإسلامي لمصر وعصر الولاة، وده كان الدرس الأولاني. بعد كده خدنا الدولة الطولونية، وبعد كده الدولة الإخشدية. بنبدأ عصر دولة جديد، عصر جديد في مصر، وهو عصر الفاطميين في مصر. الفاطميين دي دولة ظهرت في المغرب. كان في صراع كبير جدا بين الدولة العباسية والدولة الفاطمية. وكان حلم الفاطميين انه يستولوا على مصر ويخلوا مصر هي مركز الخلافة الفاطمية، وتكون مصر، لان مصر احنا عارفين انها منطقة قوية استراتيجية تدي لأي دولة قوة. عشان كده بنقول إن الفاطميين حاولوا يرسلوا ثلاث حملات بأفضل قادة عندهم، لكن فشلوا في الاستيلاء على مصر، وده كان بفضل القادة للجيوش العباسية. ونشوف بقى استيلاء الفاطميين على مصر بعد وفاة كافور الإخشيد، وده اللي نهينا بيه الدرس اللي فات. مصر عانت من الضعف، وده اللي جعل ان قائد فاطمي وهو جوهر الصقلي خد جيش وبدا تحركه من مدينه القيروان، ووصل لغايه اسكندريه ودخلها سلميه. بدات المفاوضات بين جوهر الصقلي وبين المصريين بعد ما طلبوا الامان، فاجاب جوهر الصقلي على طلبهم، وبكده زال حكم الاخشيديين من مصر والعباسيين ايضا، واصبحت مصر ولايه تابعه للدوله الفاطميه. احنا لغايه دلوقتي هي مصر بقت ولايه فاطميه الممتدة من أفريقيا غرب البحر الأحمر شرقا. نيجي بقى نشوف مراحل الدولة الفاطمية في مصر. الدولة الفاطمية في مصر مرت بثلاث مراحل. أول مرحلة وهي مرحلة التأسيس والاستقرار، وبتشمل الفترة دي بعض من الشخصيات الهامة. أول واحد جوهر، القائد جوهر الصقلي، وده حكم مصر نحو ثلاث سنوات، وحكمها كإحدى ولايات الفاطمية نائبا عن الخليفة الفاطمي اللي كان موجود في المغرب في الوقت ده، اللي هو المعز لدين الله الفاطمي. ولما دخل مصر اللي هي بقى عاصمتها كانت الفسطاط، نزل في الموضع اللي بنى فيه مدينة القاهرة لتكون مقر الحكم الفاطميين وعاصمة للدولة الجديدة. وطبعا أنشأ، طبعا كلنا عارفين، أنشأ جامع الأزهر. طيب تاني شخصية وهو الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، وده مسك الحكم من 362 ل 365 هجريه، من 972 ل 975. تولى المعز لدين الله الفاطمي الخلافه الفاطميه في بلاد المغرب عام 341 هجريه. خلاص، بنقول ان عندما تاكد للمعز لدين الله الفاطمي توطيد حكم الفاطميين في مصر، وجوهر الصقلي ثبت الحكم الفاطمي في مصر، واستقرت الخلافه الفاطميه كويس كده، بنقول ان وانقطاع تبعيتها عن الخلافه العباسيه انتقل اليها. ونشوف اهم اعمال المعز لدين الله الفاطمي. اول حاجه اقامه حكومه قويه احدثت تغيير ملموس بالمظاهر الدينيه والعلميه والاجتماعيه في مصر. تاني حاجه جعل من مصر قلبا للعالم الاسلامي ومركزا للدعوه الفاطميه. تالت حاجه بسط نفوذه وامامته على المغرب ومصر والشام لغايه ما وصل لحلب والحرمين. عشان كده اصبحت الخلافه الفاطميه في مصر منافسا قويا للخلافه العباسيه في بغداد. دي المرحله الاولى اللي هي مرحله التاسيس. ندخل على المرحله الثانيه وهي مرحله القوه، وهناخد اشهر الخلفاء فيها. تولى على حكم مصر بعد الخليفه المعز لدين الله الفاطمي عدد من الخلفاء اتميز عصرهم بالقوه، وكان لهم اثر ملموس في استقرار الدوله الفاطميه في مصر. اهمهم اول واحد الخليفه العزيز بالله، اللي هو يطلق عليه ابا منصور نظار، من 365 هجرية ل 975 ميلادي. تولى الخلافة بعد ولادته المعز لدين الله في أوائل عهده، نجح في هزيمة القرامطة واهتم بالشام وشؤونها وحارب البيزنطيين في حلب. ظهر في عهده حركة الإنشاء والتعمير، وعشان كده أنشئت ووجدت صروح ومنشآت عديدة، منها قصر الذهب وجامع القرافة اللي هو جامع الأولياء بالقاهرة وقصور عين شمس. ده بالنسبة للخليفة العزيز بالله.
نشوف برضو تاني واحد الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي، تولى 386 هجريا 996 ميلادي. تولى الخلافة بعد والده العزيز بالله وكان صغير في السن. على الرغم من غرابة أطوال شخصيته، ساعات نلاقي في شخصيته شجاعة، ساعات نلاقي نوع من أنواع الجبن وإقدام وإحجام ولين وشدة، لكن في الآخر عمل على إقرار الأمن وقضى على الفوضى اللي كانت سائدة في أوائل عهده. ثالث واحد وهو الخليفة المستنصر بالله، تولى الخلافة بعد أبيه الظاهر لإعزاز دين الله، مد نفوذه لبلاد الشام والحجاز والصقلية وشمال أفريقيا، استمال القائد العباسي أرسلان البساسيري حتى أقام له الخطبة على منابر بغداد عام كامل، حتى جاءت دولة السلاجقة فأعادوا للخلافة العباسية هيبتها في بغداد. يعني وصل نفوذه لغاية بغداد وكان بيذكروا اسمه في الجوامع هناك. في أواخر عهده مصر عانت أزمة اقتصادية طاحنة، لأن دي كانت نتيجة لانخفاض منسوب مياه نهر النيل وعرفت بالشدة المستنصرية، وده اللي أدت إلى انتشار المجاعة في البلاد وصاحبها الأوبئة. الطاعون مرض بتسببه العدوى البكتيرية من الحيوانات ونتج عنه موت آلاف من البشر في الفترات التاريخية السابقة، ولذلك عرف بالموت الأسود. بنقول كده صور من الشدة المستنصرية، إنه كان بيموت في مصر 10,000 نفس، ولم يعد يرى في الأسواق أحد، ولم تجد الأرض من يزرعها، وباع الخليفة المستنصر ممتلكاته وودى والدته أمه وبناته إلى بغداد، وساء به الحال لدرجة إن بعضهم كانوا في بعض من اليسر كان بيتصدق على الخليفة بما يأكل في يومه. شوفوا بقى وصلت لغاية الدرجة، وصلت لغاية فين؟ إن ودي اللي بنسميها الشدة المستنصرية، وباء يعني حاجة كده في فترات متباعدة في مصر بيحصل هذه الأشكال كانت من الوباء. عندنا معلومة إسرائيلية كده، دور السياسي للمرأة في الدولة الفاطمية، ودي معلومة إسرائيلية يا جماعة، عايزين برضو إيه نعرف إن المرأة تمتعت بمركز مرموق في العصر الفاطمي. عندنا ست الملك شقيقة الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي، وكان دورها بارز جدا في شؤون الدولة. مسكت هي مقاليد الحكم لصغر سن الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي، وكانت شخصيته مرتبكة، عشان كده هي اللي كانت اللي أمور الحكم كان في إيديها. عندنا برضو في سيدة اسمها السيدة رصد، ودي والدة الخليفة المستنصر بالله، وبرزت شخصيتها بشكل واضح لأن تولى ولدها الخلافة وهو كان عنده 7 سنوات، وكانت هي بتتلقب بامرأة فاطمية من قبل الملكة والسيدة ومولاتنا، وكل دي ألقاب لقبت بيها. ندخل بقى على المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الضعف وسقوط الدولة الفاطمية. الفترة دي من أضعف الفترات السياسية في تاريخ مصر الإسلامية، وتبدأ من عهد المستعلى بالله، وده راجع لعدة أسباب. أول حاجة ضعف الخلفاء وتسلط الوزراء، استعانة الوزراء بالقوى الخارجية، محاولات الصليبيين القضاء على الدولة الفاطمية والاستيلاء عليها، وقضاء صلاح الدين على الدولة الفاطمية في مصر. بنقول إن في عصر الشدة المستنصرية اضطر المستنصر بالله للاستعانة ببدر الجمالي، وده كان والي عكا الأرمني، لحل الأزمة. ومنذ وصوله مصر تبددت سلطة الخليفة، وبدأ عصر سيطرة الوزراء في الوقت ده على الحكم، بقى المنصب الوزير أقوى من منصب الخليفة في الوقت ده. وأضاف بدر الجمالي عنصرا جديدا للجيش وهم الأرمن، وده اللي تسبب في صراعات داخلية أدت لضعف الجيش الفاطمي. وندخل بقى لمرحلة الضعف وسقوط الدولة الفاطمية. أول حاجة ضعف الخلفاء وتسلط الوزراء. ضعف الخلفاء بعد عهد المستنصر بالله وبداية عهد المستعلي بالله. طب نتج عن كده إيه؟ أول حاجة تسلط الوزراء على الحكم، الأمر الذي جعل الخلفاء يشاركون في المؤامرات والدسائس للتخلص منهم، وصراع الوزراء على كرسي الوزارة صراعا مرينا. ومن أشهر الأمثلة كان صراع بين الوزيرين شاور ودرغام. تاني حاجة استعانة الوزراء بالقوى الخارجية، وده اللي أوقع مصر في مرحلة من مرحلة الصراعات. الصراع ده أدى بين شاور ودرغام إلى استعانتهم بالقوى الخارجية في بلاد الشام. استعان شاور بنور الدين محمود، واستعان درغام بعموري ملك بيت المقدس الصليبي.
يعني واحد من الوزراء استعان بنور الدين محمود وده كان والي دمشق، واحد استعان بالصليبيين اللي كانوا في الوقت ده في بيت المقدس. ومن هنا بدأ تدخل القوى الخارجية في شؤون مصر اللي هي الدولة الفاطمية للاستيلاء على مصر. نشوف بقى محاولات الصليبيين للقضاء على الدولة الفاطمية والاستيلاء على مصر. الصراع دار بين قوات نور الدين محمود بقيادة أسد الدين شركو ومعه ابن أخوه صلاح الدين الأيوبي. يعني نور الدين محمود بعت جيش بقيادة قائده أسد الدين شركو ومعاه كان في الوقت ده ابن أخوه صلاح الدين الأيوبي. والصراع كان بينه وبين الصليبيين بقيادة عموري ملك بيت المقدس اللي حاول الاستعانة بالإمبراطور البيزنطي لتحقيق حلمه في الاستيلاء على مصر، ولكن لم تسمح قوات نور الدين محمود إن الصليبيين يستولوا على مصر، ودارت عدة معارك في بلبيس والإسكندرية، وده اللي أدى إلى انسحاب عموري وجيشه وضياع حلمه في الاستيلاء على مصر وتمركز قوات نور الدين محمود في مصر وتقليد الخليفة الفاطمي اللي كان اسمه العاضد بالله الوزارة لأسد الدين شركو. بقى كده مين المتحكم؟ الوزير أسد الدين شركو. بعد وفاة أسد الدين شركو تولى الوزارة ابن أخوه صلاح الدين الأيوبي، وقلد الخليفة العاضد بالله الوزارة لصلاح الدين الأيوبي اللي استطاع أن يمسك بزمام الأمور وأمور الحكم في مصر، واستطاع صلاح الدين الأيوبي إسقاط الدولة الفاطمية عام 567 هجرية 1171 ميلادية بعد وفاة آخر خلفائها وهو الخليفة العاضد، وتولى صلاح الدين الأيوبي الحكم في مصر وبدأ عصر جديد، وده اللي هنبدأه إن شاء الله الحصة اللي جاية، وهو عصر الدولة الأيوبية اللي أقامها صلاح الدين الأيوبي، وده كان العصر الفاطمي في مصر. كان معاكم مستر هاني فوزي مدرس التاريخ بالمرحلة الثانوية بمدارس الفاروق الخاصة، وشكرا.